اليوتيوبرز. ويا ترى كاس اليوتيوبرز بيأثر ازاي علينا كمشاهدين؟ انا ذنبي ايه اللي انا ضيعت وقتي قبل كده عشان اعمل لك سبسكرايب واتفرج عليك اساسا؟ والمشكله مش في كده، المشكله في الاعذار الرخيصه اللي اليوتيوبرز بيقولها لنا. مش عارف، انا مره عندي مدرسه، مره عندي امتحانات، في الاجازه حتى. طب لما تيجي تاخد الاجازه، لا في الاجازه ببقى مشغول وخارج بصيف. طب فتح يوتيوب شانل ليه؟ عشان مزاجك؟ طب احنا ذنبنا ايه؟ طب ممكن اكون انا مش وصلت لكم الفكره كلها، ممكن حته وقعت مني، او ممكن انتوا ذات نفسكم مش تكونوا فهمتوني. احنا هنجيب فيديو من الايجيبشن جيم كوميونتي بيتكلم عن الكسل وهنشوف، اكيد انتوا هتفهموا. الكسل وايه معنى الكسل وايه اللي بيعملوا الكسل في ايجيبشن جيمر؟ لا انا قلت لك يوتيوبرز. هم دول يوتيوبرز. لا انا قصدي مثلا ناس بيهتموا شويه، بيقدموا كونتنت نظيفه كده. ما هم دول هم اليوتيوبرز يعني، اتريق عليهم. طيب يلا كمل فيديو. زياد. زين. يا اخي مسحتنيش معك ليه يا عم؟ ما شاء الله من كتر الكسل كنت بتسجله كل مشهد كل يوم. يعني انت عندكم المشهد الاول الديسكتوب كان شكله كده، المشهد الثاني الديسكتوب بقى شكله كده. ان شاء الله انتوا الكسل عادك يعني، مش بتمثلوا يعني، ادائكم فيك وكمان كل تمسككم فيك. السلام عليكم، انا كاتب معاكم ايجيبشن جيمر. شباب الفلوج عباره عن اول فلوج في القناه، عايزين نوريكم شكلها خشه. حاجه ايدي كرافت هيكون في ماينكرافت، كل المصريين يدخلوا السيرفر دون على اي تحديث. اتمنى لك انت دمنا خفيف في الفيديو ده. لا بص يا يوسف يا حبيبي، هو من ناحيه ان احنا ضحكنا، فاحنا ضحكنا جدا حتى خالص. طب ممكن اكون انا غلطان، ممكن يكون هما لسه مبتدئين، خدوش خبره شويه، ارتباك. انتوا عارفين بقى اليوتيوبرز الجداد بيبقوا كده يعني، شويه كده مش واخدين الصوره. بس اكيد الفيديو ده مش زي مثلا فيديو قدام شويه يعني، مثلا بعد ما جابوا 100 مشترك مثلا او 100 سبسكرايبر، ممكن يكون ادائهم مختلف اكيد. واكيد طبعا مفيش غلطات زي غلطات الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عاصم من قناه ايش في جيمرز. معايا يوسف حسيني، يوسف يعقوب، يوسف سمير، يلا حسين. جينا الفيديو دوت عشان نشكركم على 100 سبسكرايب اللي اول مره نجيبها، يعني ده اللي معناه ان احنا عدينا من مستوى الابتدائي للمستوى الاعدادي. شوف شوف وحتى في الكومنتات الراجل ده حتى في الكومنتات زي ما بيقول. يا جدعان ادوا للواد فرصه يتكلم، من ساعه ما هو كان صغير نفسه يتكلم، انتوا مش مخلينه فرصه. كل ما يجي يتكلم اقطعوه، كل ما يجي يتكلم بصوا اللي جنبكم تتكلم. تعال اديله فرصه. لا الواد نفسه يحس ان هو واحد منكم كده، الواد نفسه يعني. يا جدعان خلوه يزيد معاكم، ما فيهاش مشكله. وبعدين مين اللي معاكم؟ متعود دايما ان كنت اربع بني ادمين. انا عايز بس اكلمكم على حاجه، ان احنا دايما بنكون اربعه، بس الواد معانا اسلام اهرب اهرب يا ابني، انت هتتاكل اكل منهم. ثانيه بس ادخل هاشتاج دون. ايوه اهم حاجه، اهم حاجه عشان كيو اند اي، حلقه كيو اند اي. وبعدين ايه الهاشتاج اللي انتوا عارفيننا بيه؟ كل مره اسالونا هنا، اسالونا هنا، اسالونا هنا، الهاشتاج ده، الهاشتاج ده، يخش على تويتر اسالونا الهاشتاج. يا جدعان من كتر ما حدش بيعبره بقى، في بتاعه العنكبوت اللي فوق ده على الكورنر، من كتر ما حدش بيعبره. ممكن يكون المشكله عندهم هم في الفلوجات يعني. مثلا لو هم راحوا مجال تاني غير الفلوجات هينجحوا. هم وعدونا ان هم هيعملوا جي تي اي فاني مومنتس. هيعملوا جي تي اي فاني مومنتس. ايجيبشن جيمرز هيعملوا فاني مومنتس. ايوه ايجيبشن جيمرز هيعملوا فاني مومنتس. طب ثانية واحدة كده بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف حسيني وزاد حسيني، والنادي قلت لكم فيديو جديد. النهارده معانا يوسام في فيديو مش عارف هو ايه الصراحة، بس يعني داخلين نستعمل في جي تي اي في. يا يوسام انا عايز اسأل سؤال. يا يوسام كلم الحاج. انا عايز اسأل سؤال. يوسام كلم الحاج. يوسام انا كلم الحاج، يا تقوم ده مرمطك حارق يا خاين يا وطن. انت معاك سيارة تختفي ولا ايه؟ جايب سيارة مفتوحة يا تيت. انت جايب سيارة مفتوحة من فوق ليه؟ داخلين نتشمس والله. وانا لو راجل تدوسني يا نهار اسود. انا بدي روح هم. الواضح ولا فلوجز ولا جيمز نافع. شفنا الهاشتاج مش نافع، شفنا الجيمز مش نافع، شفنا الفلوجز مش نافع. في حد يصور جيم بلاي بموبايل؟ بموبايل انتوا المفروض يعني انكم ايجيبشن جيمرز بقى، وفي الاخر تصوروا بالموبايل. ده مثلا الجيمز مش نافعه خالص كده، بمناسبه انكم بتصوروا بالموبايل. التشالنجز صح، التشالنجز انتوا بتعملوا تشالنج. طب ورينا كده مثلا احسن تشالنج انتوا عملتوه. التمرين الضغط، جايبين فرش بقى وكده ولابسين وجاهزين عمرنا، بس لسه نسخن. التحدي يكون عباره عن ايه؟
لان انا مش هنعمل ضغط واشيل النقط. بطن صريخ بطن نسخن نسخن شويه هو لازم نسخن عشان بعض الناس بيقولوا يا جدع بعض الناس بيقولوا ان احنا يعني قصدي ان انها لازم في تمارين قبل ما تلعب الحاجات دي عشان ممكن كتف يتخلع. شكرا روح لهم. اتقدم اتقدم اتقدم. مستحيل مستحيل هذا لا يحدث كل يوم. اتقدم وكفاية خلاص تتندم. للشمس للنور للشمس للنور. مش حد في حد بيسخن كده حد بيسخن كده. ايه انتوا 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 ايه بلا يا الله هتضرب. طب بوش بلاش ده بلاش ده. ممكن هما الاثنين دول غلط منهم. نشوف بقى يوسف مش عارف مش فاكر اسمه يوسف حسين تقريبا بتاعكم ده اللي هو الويك بوست بتاعكم. ممكن يكون هو ده الحل عنده مثلا. يمكن يكون ده احسن واحد فيكم. طب انتوا اكيد كايجيبشن جيمرز كوصلتوا ل 100 سبسكرايبر اكيد 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 عملتوا جيف اواي صح؟ ورينا كده يا ابني الجيف اواي. جبنا لكم جيف اواي واخيرا عملناه. تاتش 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 يا اوكي شباب دلوقتي احنا بنسلم للامي عدنان عشان يسلم لها اعمال بتوجيه الشات ايوه كده. اتفضل عليك الف مبروك. اه ما شاء الله عليك انت من احسن الايديتورز في العالم يعني ما شاء الله. انت قلت انك انت هتقطع حته في الفيديو ما شاء الله تقطعها. انا هقطع حاجه انا عايزها يعني ما شاء الله. مش ممكن مش ممكن طب انتوا بتعتبروا نفسكم ايه يعني انتوا كايجيبشن جيمرز ككل الحاجات دي انتوا بتعتبروا نفسكم ايه؟ اصل الضحك في مصر